اليوم غادي نتكلموا على مرض القرن 21. هذا المرض ديال القرن 21 هو لو ستريس باللغه الفرنسيه، او القلق او التوتر. ما هو ستريس؟ ستريس بطبيعه الحال واحد نعطيو كيف كيقولوا بالفرنسي اون ديفينيسيون تري سامبل، وهو حاله توتر ناتجه عن ضغط في ميدان العمل. هاد ستريس، هاد الكلمه ديال ستريس كندخلها